السلام عليكم. النهاردة عايزين نستكمل جزء جديد في الكورس بتاع الفيترين ديزيز كوزينج ابورشن. هنتكلم على البكتيريال ديزيز كوزينج ابورشن اللي بدأنا وشرحنا فيها البروسيلا، والنهاردة هنتكلم على الأمراض الآتية: فيبريوزيس، ليبتوسبيروزيس، ليستيريا، سالمونيلا، تيوبركلوزيس، اند كلاميديا. يعني ايه ابورشن؟ هو الابورشن بيحصل لما يحصل ending of pregnancy قبل الفول تيرم مع delivery of live fetus او dead fetus. live fetus دوت بيكون unable to live in the external environment او outside the uterus. ده مسمى الابورشن، وقلنا ليه اعراض مختلفة. قلنا من ضمن الانفكشوس كوز اوف ابورشن بكتيريا، فيروس، بارازايت، اند فانجاي، ودي تمثل 5% من اسباب الابورشن في الحر. البكتيريا تمثل قد ايه من هذه الميكروبيال كوزز؟ تمثل 15%. هنتكلم النهارده على الفيبريوزس او الابيزوتيك بوفاين ابورشن. هذا المرض يعتبر venereal disease، يعني transmitted by infected bull أو transmitted من خلال السيمن through the natural أو artificial breeding. هذا المرض بيؤثر على الرومنانس أو الكلوفد هوف أنيمال، الحيوانات اللي هي ظلفية، اللي هي الهوف عبارة عن توتوي. سببه vibrio fetus. عبارة عن 2 كون سب سبيشيز، فيبريو فيتس سب سبيشيز فينيريالز، ودوت بيبقى افكت على اللارج رومانس، وسب سبيشيز انتستينالز، وده بيأثر على السمول رومانس. هذا المايكرو اورجانيزم المين تارجت اورجان ليه هو الريبرودكتيف تراكت، سواء في الميل او الفيميل. كومنلي تو افكت الفيميل ويعمل ريبيت بريدنج، و occasional يعمل ابورشن. المرض دوت اول ما تم اكتشافه سنه 1909. سبب المرض دوت هو الفيبريو فيتس. هذا المايكرو اورجانيزم ده عباره عن جرام نيجاتيف، بوليمورفيك ان شيب، كوما شيب او اس شيب. دوت المرض الصعب في العلاج او الصعب في الكنترول في السيم. ليه؟ لانه اولا بيحتاج prolonged time of incubation مع الانتيبيوتيك، بيوصل من ساعتين لست ساعات at least. يبقى لو عملت rapid processing of semen without this incubation period هيبقى السيمن carrier lead disease حتى لو كنت حطيت antibiotic. كمان هذا الميكروورجانيزم ليه high resistance لعملية الكولينج والفريزنج او السوينج. في بعض الميكرونيزمز عمليه الكولينج او الفريزنج والسون ممكن يعمل ديستراكشن، لكن فيبريوزس ريزيست هذه ال تشينجز. الميكرونيزم لما بعمل له جروس على كالتشر ميديا بيحتاج 1% كربون دايوكسيد سبلمنتيشن. ازاي المرض دوت بيعمل باثولوجيكال ديس اوردر في الميل او الفيميل؟ وانس البول حصل له infection أثناء natural breeding، لأن احنا قلنا دوت venereal disease، بيحصل له growth في البنايل كريبتس وفي البريبوس، وبالتالي لما بيزيد العدد بيحصل أثناء البريدنج get transmitted مع السيمن إلى الفيميل، ويحصل له deposition في الفيميل سيرفكس. لو إن السيمن دوت contain high number من microorganism هيعمل تأثير على الأوفم fertilization. أما إذا كان العدد قليل فلازم هذا الميكروورجانيزم بيبقى يعيش في السيرفكس ويحصل له multiplication، علشان بعد كده يحصل له ascending إلى الأوفيدكت، وده بياخد فترة من 7 لـ 14 يوم بعد الانفكشن. لو إن العدد زاد زي ما قلنا في السيمن او بعد المالتيبليكيشن في السيرفكس، فبيحصل اسيندنج
للانفكشن الى الاوفيدكت ويعمل ديستراكشن للفيرتلايزد اوفم. في هذه الحاله الفيميل هتحصل لها ريتيرنينج الاسترس، هتبقى ريبيت بريدر. في نفس الوقت هذا المايكرو اورجانيزم بيأثر على الاستيروسيليا بتاع الاوفيدكت، دوت هيمنع عمليه الكونسبشن وبرضه هيؤدي الى الفيميل تبقى ريبيت بريدر. لو ان حصل مالتيبليكيشن للمايكرو اورجانيزم في السيرفكس بيعتبر دوت سورس للري انفكشن مره ثانيه للبول، ويحصل سبريدنج للمايكرو اورجانيزم في الفاجينال او السيرفيكال ميوكس في خلال من 3 اسابيع ل 3 شهور بعد الاكسبوجر انفكشن، وفي هذه الحاله يعمل ري ترانسميشن مره ثانيه للبول، يبقى تبقى السايكل شغاله ما بين الفيميل وبين البين، عشان كده سميناه فينيريال ديزيز. الاعراض اللي بتظهر على الانيمالز في البول للاسف بتبقى العلامات في البدايه فقط بتبقى ترانزيت ومايلد انفلاميشن في البينس والجلانس بينس، بنسميها بالانايتس او بالانوبوسايتس. ده بيكون نتيجه ايه؟ نتيجه الاريتيشن اللي بتحصل بين المايكرو اورجانيزم او المالتيبلاينج مايكرو اورجانيزم والبربوتيال كريبتس. علشان كده دايما هذه الاريتيشن بيختفي بعد وقت صغير جدا، وبيظهر البول اوف نورمال، ما بيبقاش فيه اي علامات تظهر عليه. في خلال ما بعد الانفكشن بيبقى السيمن بيحصل له ديبوزيشن للمايكرو اورجانيزم، واذا فحصت السيمن بيبقى ما فيش اي افكت او تشينج في البيكتشر اوف ذا سيمن. في الكاو الساينس اللي بتظهر عليها بيحصل ابسوربشن او اكسبارشن اوف سمول فيتس، ويبقى الفيميل ريبيت بريدر ويز برولونجد استرس بيريود نتيجه الديفلوبمنت اوف ذا فيتس. ممكن يحصل variable degree of inflammation في اليوترس وتؤدي الى mild endometritis، واحيانا تبقى باس unnoticed او unrecognized. الفيميل ممكن show sporadic abortion، وده خصوصا في ال early stage of pregnancy، وبنسبة اقل ممكن يعمل late abortion. الفيميل بتبقى repeat breeder للاسباب الاتية: اولا نتيجة ال failure of conception، ثانيا نتيجة الابورشن اللي احنا قلنا بيوصل الى معدله الى 10%. الفيلير اوف كونسبشن تبقى كاركترايزد باي لونج استرس بيريود، كمان بيتميز ب هاي نمبر اوف ميتنج بير كونسبشن، وده بيحصل في خلال اول 6 شهور بعد انفكشن. بعد كده نتيجة السيلف اميونيتي بيحصل ديستراكشن لهذا المايكرو اورجانيزم، والفيميل ترجع لنورماليتي. إذا حاولت إن أنا أعمل ريكتابل بيشن للإنفكتد كاو، طبعًا قلنا ده بيحصل مايلد إندومتريتس وممكن باس أنوتسيد. إذا حاولت إن أنا أشوف الفاجينال سكريشن أثناء الإسترس بيريود، هلاقي الفاجينال سكريشن بيبقى كوبوس إن أماونت وتربد إن كلر. الساينس اللي إحنا قلناها ديت بالنسبة للشيب بتبقى مختلفة. إزاي؟ أولًا في الشيب قلنا السبب المرض هو كامبيلوباكتراس فيتس سب سبيشيز انتستينالز مينلي كم انفكشن من الكونتامينيتد ووتر اند فود، بيحصل ابورشن بنسبه 70% مع سيجنيفيكانت كروزس في الكرانكلز. ازاي اعمل دايجنوستس؟ بلاقي من خلال الكيس هيستوري في عندي معدل ريبيت بريدر كاو في الهيرد، ظهرت خصوصا مع انتروداكشن اوف نيو هيرد نيو بول تو ذا هيرد. بلاقي في سبوراتيك ابورشن، وانا قلنا توصل 10% غالبا في الايرلي ستيج اوف بريجنسي، ونادرا تحصل في الليت ستيج اوف بريجنسي. بلاقي الريجولار استرس وبتبقى برولونجد. اذا حاولت نعمل لابوراتوري اكزامينشن، فالسامبل اللي انا هجمعها من الكاو والهيفر بجمع فاجينال ميوكاس ديستشارج. ازاي؟ بالتامبون ميثود، بجيب بيس اوف كوتون واعمل لها بليسمنت في الفيميل سيرفكس واسيبها لمده 20 دقيقه، وبعد كده اعمل لها وزدرول واستخدمها للكالتشر. في البول بستخدم البروبيتيال ووش او ممكن استخدم السيمن. اذا كان افيلبل الابورتد فيتس فبجمع الفيتال فلويدز والفيتال ميمبرينز. بعمل ايه في اللاب؟ بعمل دايركت مايكروسكوبيك اكزامينشن، بعمل اجلوتينيشن تيست. وخلي بالك الاجلوتينيشن تيست بتعمل ميس دايجنوسس، خصوصا لو انا جمعت العينه من فاكسينيتد انيمال. تمام؟ طيب
لو حاولت ان اعمل تريتمنت للانفكتد كاو او البول، في الكاو بعمل سيمبتوماتيك تريتمنت بالانتيبيوتيك، وزي ما قلنا بيحصل ريكفري بعد 6 شهور من الانفكشن. في البول لو هو فاليبل بول وفيرست اكسبوز للانفكشن بحاول اعالجه، لكنه لو كان اولد بول واوف لوس ليس فاليو فلا يفضل، لانه بيبقى بيرمنت كارير. ازاي اعمل تريتمنت البول؟ من خلال اعمل فلاشنج للبربيتيال كافيتي باستخدام الستريبتومايسين، بعمل محلول تركيزه 50%، واعمل ووشنج ديلي لمده 5 ايام، وممكن في الوقت دوت اعمل سيستميك ادمنستريشن للانتيبيوتيك برضو الستريبتومايسين عند اليوم الاولاني والثالث. الجراند سبينس نتيجه الاريتيشن ممكن اعمل لها تاتشنج ب انتيبيوتيك اوينتمنت. الكنترول في المرض دوت قلنا في الفيميل بيبقى سيلف ليميتنج ديزيز، بيحصل ديفلوبمنت للاميونيتي من بعد 6 شهور من الانفكشن. اما البول بيبقى ريزيستنت شويه، لو هو فيرست اكسبوز بيحصل ريكفري بعد 6 ل 9 شهور من السيكشوال ريست، يعني مفيش اي كونتاكت مع الفيميل. اما لو كان اثناء فتره الانفكشن تعرض مره ثانيه للفيميل اثناء البريدنج، فبيبقى هاربر هاي نمبر من المايكرو اورجانيزم، وبالتالي صعب ان ديفلوب اميونيتي، وبالتالي بيبقى بيرمنت كارير. لو حاولت نعمل فاكسينيشن للكاو بدي 2 دوزز بفاصل 4-6 اسابيع بين الدوز والثانيه، ويفضل ان نعمل فاكسينيشن 4 اسابيع قبل البريدنج سيزون. اما في الشيب بستخدم 2 دوزز بفاصل بينهم 60 الى 90 يوم، وادي بوستر دوز كل سنه، واعمل فاكسينيشن في الشيب شورتلي بيفور البريدنج سيزون. المرض التاني اللي هنتكلم عنه هو الليبتوسبيروزيس. هذا المرض يعتبر بكتيريال ديزيز، بيأثر على most of domestic animals زي الكاتل، الشيب، جوت، هورس، كواين، ايفن كات، والهيومن برضو ليه زونوتيك امبورتنس. يعتبر البيجز هو المين كارير انيمال او مين سورس اوف انفكشن تو ذا هيرت، لانه بيحصل له شيدنج في اليورين اوف ذا انفكتد بيجز. سبب المرض دوت هو عبارة عن small gram negative filamentous spirochete، أكتر من 40 serotypes اتوجدت تحت النيم ليبتوسبايرا، أهمهم 5 أنواع: ليبتوسبايرا بومونا، ليبتوسبايرا هارديجيو، ليبتوسبايرا كانيكولا، ليبتوسبايرا جريب تيفوزا، ليبتوسبايرا اكتيرو هيموراجيكا. ليبتوسبايرا بومونا وهارديجيو دي مور كومون تو انفكت الكاتل، اما الليبتوسبايرا كانيكولا دي افكت الدوجز، كتير هيموراجيكا دي بتاثر على الراتس، الجريب تيفوزا بتاثر على السمول رومانس، وفي عندي براتسيلفا دي بتاثر على البيكس وريرلي في السمول رومانس. السورس اوف انفكشن قلنا قبل كده السواين ده يعتبر مين كارير انيمال للديزيز، بالاضافه للوايلد انيمالز. كمان هذا المرض بينزل في السيمن، وبالتالي السيمن يعتبر ميثود اوف ترانسبورتيشن. هذا المرض بيبقى المين بريدريكيشن سيت ليه هو اليوترس والسكس جلاندز في الميل والكيدنس ان انيمال انجر. الكونتامينيشن او السورس اوف ترانسميشن اما دايركت يا اما اندايركت. دايركت من خلال كونتاكت ما بين السكين او الميوكوس ميمبرين او المويستشر سوفتن سكين مع اليورين سبلاشنج، او البلاسينتال والترانس شارج بعد الابورشن، او الميلك انجيشن، او المرض دوت بيتنقل فيرتيكال، وكمان بيتنقل من خلال السيمن يبقى فينيريال ديزيز. اما الاندايركت ترانسميشن من خلال الانجيشن للكونتامينيتد فود باليورين بتاع الكارير انيمال. كمان ممكن يتنقل عن طريق الهيشن، وبعض الدراسات اثبتت ان الانسكت كان بي انفولفد لعمليه الترانسميشن. ازاي المرض دوت بيحصل؟ المرض دوت قلنا السبايروكيت ديت او الليبتوسبايرا بيحصل لها بينتريشن من خلال السكين والابريدد ميوكاس ميمبرين او ايفن المويستشر سوفتن سكين. هذا المايكرو اورجانيزم بيروح على السيركيوليشن،
ويعمل انكيوبيشن بيريود 4 ل 10 ايام يحصل فيها مالتيبليكيشن. بعد كده يحصل له سبريدنج في الجنرال سيركيوليشن لمده 7 ايام، ده بيعمل ساعتها بكتيريميا او ليبتوسبايريميا. في هذه الحاله اثناء البكتيريميا او الليبتوسبايريميا او الليبتوسبايريميك فيز بيعمل او بيظهر اكيوت ساينس. في اليوم السادس بتظهر انتي بوديز في الجينال سيركيوليشن اللي ممكن تقضي لي على المايكرو اورجانيزم، لكن للاسف هذا الميكانيزم ما بتقدرش تقضي على المايكرو اورجانيزم اللي ممكن يكون هاربورد في الاورجانس اللي اواي من الانتي بودي بينتريشن زي الكيدني وزي السكس اورجانس وزي اليوترس. في الكيدني كمان بعد فترة البكتيريميا ممكن يحصل شيدنج للمايكرو اورجانيزم في اليورين اللي هيعمل لي ري انفكشن مرة تانية للأزار انيمالز. لقوا ان الليبتوسبايرا ممكن في اثناء بعد الكرونيك او اثناء الكرونيك فيز ممكن يبقى يحصل لها بيرزيستنس في الاوفيدكت لمدة 3 اسابيع، من بعد 3 اسابيع في اليوترس، من بعد 3 ل 5 شهور يحصل لها شيدنج في المركز، والميل اورجانس بعد 3 ل 5 شهور. الكرونيك فورم فقط هو اللي اسوشيتد مع الابورشن. ايه الكلينيكال ساينس؟ قلنا بياخد تو فورمز، اكيوت فورم وكرونيك فورم. الاكيوت فورم بيتميز بحدوث بكتيريميا او ليبتوسبايريميا، فبتظهر احيانا الفيفر، هيبقى لوس اوف ابيتايت، في دايريا، ايماسيشن، هتلاقي في ديكريز الميلك برودكشن، ممكن تلاقي ماستايتس ويز بلودي ميلك، وخصوصا دوت بيحصل بيبقى في الفور كوارترز. بالاضافه طبعا نتيجه البلاد والمشاكل ديت هيحصل انيميا، بلاد يورين جوندس، ممكن يحصل ديس اوف ذا انيمال في خلال 1 ل 3 ايام بعد الانفكشن. اما الكرونيك فورم اللي بيبقى اسوشيتد مع الابورشن، بيبقى ابورشن بيحصل في السكند هاف اوف جيستيشن بيريود بنسبه 4 ل 5% مع بريماتشور بيرث اوف ذا فيتس. الليبتوسبايرا هارديجو لقوها انها بتبقى اسوشيتد ويز انفيرتيليتي كاركترايزد باي ايرلي امبريونيك ديس وابورشن في الميد ستيج اوف بريجنسي عند الشهر الرابع مع ريتنشن اوف بلاسينتا واندوميتريتس ولوس اوف فيرتيليتي. اما الليبتوسبايرا بومونا لقوها انها بتعمل ابورشن في اللاست تريمستر اوف بريجنسي. في هذه الحاله الابورتد فيتس بيتميز بحدوث فوكال تيوبولار نيكروزس وانترستيشال نيفرايتس، ممكن يحصل في اوتوريسيس. ازاي يعمل دياجنوستس؟ من خلال الكلينيكال ساينس اللي احنا قلنا بيبقى فيها فترة البكتيريميا وجوندس وكلام من ده. بعد كده ممكن اعمل ايزوليشن وايدنتيفيكيشن للمايكرو اورجانيزم، وخلي بالك من حاجة مهمة جدا، هذا المايكرو اورجانيزم رابيدلي ديستراكتد بالتمبريتشر. لو انه حصل له اكسبوز لتمبريتشر من 10 الى 37 درجة مئوية في الاوتسايد انفايرمنت بيحصل رابيد ديستراكشن. هعمل سيرولوجيكال اكزامينشن، هعمل هيستوباثولوجيكال اكزامينشن خصوصا للليفر والسبين، هيحصل فيه نكروزس. ممكن اعمل ايزوليشن مايكروز من الانفكت امل من الملك. الليبتوسبايرا يعتبر من الامراض الزونوتيك اللي بتبقى نوتيفايبل، علشان كده اي هيرد ميت او حد حصل له انفكشن لازم يبلغ عن المرض دوت. ازاي اعمل تريتمنت؟ بدي سيستميك انتيبيوتيك من البنسلين ستريبتومايسين، ممكن ادي اوكسيتوساكلين، وممكن اعمل بلاد ترانسفيوجن خصوصا للحالات الانيميك او اللي فيها جوندس. وخلي بالك ان هذا المرض ما بيقضيش على الكرونيك انفكشن في الكيدني، فبيحصل شيدنج للمرض في اليورين حتى لو كان بياخد انتيبيوتيك. الكنترول من خلال avoid the pollution او الووتر لاي فيد ستاف للانيمالز. كمان اعمل كارانتين للنيو انيمال اللي داخل على الهيرد، واعمل سيرولوجيكال اكزامينشن، لازم يكون فري من المرض قبل ما ادخله للهيرد. كمان ممكن استخدم سايكليك فاكسينيشن زي الليبتا فويد، بيدي اميونيتي لمده 6 ل 12 مانس. اعمل ديسكارد للملك في حاله انفكتد انيمال، لكن مهم جدا ان انا استخدم كلين سيمن خالي من انفكشن عشان ما ينقلش الانفكشن للفيميل.
دلوقتي هننتقل للمرض الثاني اللي بنتكلم عنه اللي هو الليستيريوزيس او بيسموه سيركلينج ديزيز. هذا المرض سببه الليستيريا مونوسيتوجينز اللي هي عباره عن جرام بوزيتيف موتيل باسيلاي افكت موست اوف انيمالز زي الرومانس والبيجز والدوجز والكاتس. هذا الديزيز بيعمل نيرفس مانيفستيشنز، عشان كده احنا قلنا بيعمل سيركلينج ديزيز. كمان بيعمل ابورشن وبيبقى سبوراديك بنسبه توصل ل 5% في اللاست ستيج اوف جيستيشن بيريود. ايه المود اوف انفكشن؟ عن طريق الانجيشن او الانهيليشن، وكمان السيمن بيعتبر سورس للانفكشن زيه زي الليبتوسبايرو. المايكرو اورجانيزم دوت كان باص من خلال الانتستاينال ميوكوزا بعد الانجيشن، وبالتالي بيحصل له خصوصا بيوصل للبايرز باتشز، يوصل للمونوسايتس والفاجوسايتس، ولو لما بيوصل ليها بيعمل لها ديستراكشن ويحصل مالتيبليكيشن جواها. جنبها بتبقى خلية تانية ممكن تعمل انجالفنج لهذه الخلية الانفكتد، ويحصل ريسايكل ومالتيبليكيشن مرة تانية في الخلية التانية. دوت بيفسر ليه المايكرو اورجانيزم كان باص من خلية للتانية إلى الأذر بودي سيستم وزود أي مانفستيشنز تظهر على الحيوان. كمان هذا المايكرو اورجانيزم ممكن يعدي البلاد برين بارير، عشان كده قلنا بيعمل منينجيو انسفاليتس والنيرفس مانفستيشن. العلامات اللي تظهر على الحيوان، في عندي كذا فورم من الديزيز. اكيوت فورم، وهذا الفورم مينلي افكت على اليونج انيمالز، ممكن برضو يأثر على الهيومن. دوت بيتميز بيه تظهر علامات زي الايرلي ديس اوف ذا يونج انيمالز، ممكن يظهر مينينجايتس، جاسترايتس وهيباتايتس. اما الفورم الثاني اللي هو السيفاليك فورم، دوت بيأثر على الماتيور انيمالز خصوصا في الرومنتس والبيجز، بيتميز بيه نيرفس مانيفستيشنز لانه بيعمل مينينجيو انسفاليتس. الفورم الثالث اللي هو الاخطر معانا هو الابورشن او الريبرودكتيف فورم. هذا الفورم بيتميز بحدوث ابورشن بنسبه من 5 الى 15% خصوصا during last stage او last trimester of pregnancy من 7-9 شهور. تمام، بيحصل retention of placenta، بيحصل endometritis وhemolytritis، ممكن يؤدي الى death of the dam. بيتميز بالمرض دوت بنكروتيك او نكروزس في الكوتليدونز وسابيوريتيف بلاسنتايتس. في الفيتس بلاقي ان في سمول وايت فوكاي في الفيتال ليفرز وفايبرين في الفيتال بودي ك اكمباني للريتنشن اوف بلاسنتا. ده البين بوينت فوكاي اللي بتحصل في الليفر اوف ذا فيتس. الكنترول للمرض دوت، هذا المرض بيتميز بانه قلنا بيحصل من خلال الانجيشن، لان المين سورس ليه هو الفيكال ماتر بتاعه الرومنس اللي بتعمل كونتامينيشن للفيد ستوك وخصوصا السيلاج. قال لك المرض دوت لو الليستيريا مونوسيتوجين تعرضت لبي اتش اكتر من 5.5 بيحصل لها رابيد ديستركشن، عشان كده هي بتحافظ على انها تكون في الاسيديك بي اتش. لازم اعمل هايجينيك ديسبوزال للابورتد فيتس والفيتال برينس. اما الفاكسينيشن ملوش دور هنا لان هذا المايكرو اورجانيزم قلنا انتراسيلولر وبالتالي اوف نو فاليو. دلوقتي نتنقل للمرض اللي بعد كده اللي هو الجينيتال تيوبركلوزس. هذا المرض نون كونتيجيوس ديزيز، بيأثر على كل الفارم انيمالز وايفن الهيومن. سبب في الكتل هو المايكروبكتيريوم بوبس، لكن هذا المرض ليه 3 فورمز. في الكتل في بوفاين باسيلاي، في البولتري فيها ايفيان باسيلاي، في الهيومن فيها هيومن باسيلاي. المرض دوت بيعمل انفيرتيليتي، حيث ان 11% من الانيمال اللي بيبقى فيها المرض دوت ممكن تؤدي الى انفيرتيليتي، يا اما من خلال دايركت واي يا اما اندايركت واي.
دايركت واي من خلال انها بتعمل كونتامينيشن اسف او انفكشن للجينيتال اورجانس مباشره، او الاندايركت من خلال انها بتاثر على الجينيتال هيلث كونديشن بتاعه الانيمال. في الميل على حسب التيوبركلس نوديولز هتبقى يحصل لها ديفلوبمنت فين، هتؤدي الى اللارج ميل في الاورجان بالاضافه الى اتس ديسفانكشن. لو ان حصل ديفلوبمنت لهذه التيوبركلس نوديول في التستس هتعمل انفيرتيليتي، لانها هتقلل النمبر اوف جيرم سيلز او السبيرم برودوسنج سيلز، وبالتالي ممكن الاقي ابنورماليتي في السيمن لو عملت السيمن بيكشر. كمان ممكن يؤدي الى نوديول ديفلوبمنت في الابيديدمس او الفاز ديفرنس، وبالتالي يؤدي الى اللارجمنت لهذه الاورجان. ممكن يعمل نوديول في الجلانس بينس والبريبيوس، وممكن يؤدي دوت مع ربشر لهذه النوديول يؤدي الى الاسريشن، وبالتالي بين اثناء عمليه الكويتس. تمام، يبقى في الميل ممكن يؤدي الى ديكريز الفيرتيلتي، وعرفنا ليه، يعمل اللارجمنت في الريبرودكتيف اورجانز، بيعمل اللارجمنت في جلانس بينس مع بينفول سنسيشن ديورينج كويتس. في الفيميل على حسب التوبيركلس ديولز هيحصل لها ديفلوبمنت في ان اورجان. لو انها حصل لها ديفلوبمنت في الاوفري هتؤدي الى هندرانس لعمليه الاوفيليشن، ممكن تؤدي الى ادهيجن اوف ذا اوفري مع السراوندنج تيشو، وبالطبع هتؤدي الى اللارجمنت اوف ذا اوفري. إذا حصل ديبلومنت للتوبيركلس نوديولز في الفالوبيان تيوب هيؤدي إلى فيلير لعملية الفيرتلايزيشن، ممكن تؤدي إلى ادهيجن وابستراكشن لهذه الفالوبيان تيوبس. أما إذا حصل ديبلومنت للتوبيركلس نوديولز في اليوترس فدوت هيؤدي إلى فيلير أوف إمبلانتيشن أو عملية الفيرتلايزيشن، وفي البريجننت أنيمال هيؤدي إلى أبورشن. أما إذا حصل ديبلومنت للنوديول في الفاجينا والفالفا هيؤدي إلى فيليا لعملية السبيرم ترانسبورتيشن، وبالتالي هندرس عملية الايه الفيرتلايزيشن. تمام، الدياجنوس ازاي؟ من خلال اعمل تيوبركولين تيست، والانيمال اللي حصل لها بوزيتيف تيوبركولين تيست لازم اعمل لها ديسكاردنج من البريدنج، بالاضافه للهايجينيك ميجرمنتس اللي هي تحافظ على الحيوان من الانفكشن. ننتقل دلوقتي للمرض اللي بعد كده اللي هو السالمونيلوزيس. هذا المرض بيختلف صورته في الكاتل عن المير. في الكاتل سبب المرض هو سالمونيلا دابلن. المين بريدكيشن سيت او التارجت اورجان هو الجول بلادر والليمف نودز. بيعمل ابورشن في الكاتل خصوصا في الاكيوت فيز. سبب المرض الاساسي هو الانجيشن اوف كونتامينيتد فود and water، وممكن عن طريق الانهليشن. السالمونيلا ده عبارة عن جرام نيجاتيف موتايل باسيلاي. الساينس زي ما قلنا بتختلف على حسب المرض، ممكن تاخد اكيوت فورم او سب اكيوت فورم. الاكيوت فورم بتميز ب فيفر هاي مورتاليتي وابورشن during last stage of pregnancy. هذا الابورشن بيكون نتيجة الهاي فيفر اثناء الحمى ديت، وبيؤدي الى بلاسينتال فيلير وفيتال ديس. الكنترول في هذه الحاله من خلال ان بعمل ايزوليشن اوف ذا ابورتد فيتس، واعمل هايجينيك ديسبوزال اوف ذا بلاسينتا والترانس شارج. طبعا لازم افويد الكونتامينشن اوف فود ب المايكرو اورجانيزم، وممكن احاول ان انا اعمل فاكسينيشن بالبكتيرين او الاتنويتد لايف فاكسين من السالمونيلا، حتى لو كان اثناء الانفكشن مفيش مشاكل. المرض صورته في الاكوين قلنا بياخد صوره كونتيجيوس، عشان كده سميناه كونتيجيوس اكوين ابورشن. سبب المرض هنا هو سالمونيلا ابورتس اكواي. المين تارجت اورجان هو الانتستينال تراكت. برضو المود اوف ترانسميشن من خلال الانجيشن، ونضيف another method of transmission من خلال الكويتس. هذا المرض بيظهر على الحيوان في صورة abortion خصوصا في the last stage of pregnancy من الشهر السادس إلى التاسع، وبتحصل abortion في السستيتو الأنمل بنسبة 60-90%. ممكن يتولد الفيتاس ديد زي ما قلنا بكده أو ويك لايف، ولكن يموت بعد كام يوم بعد الولادة. بيبقى يحصل retention of placenta، وبيبقى الابورتد فيتس بيبقى اديميتس والبودي كافيتيز فيلد بي سلايتلي ريد سيرم. قبل الابورشن بلاقي الحيوان يظهر عليه
ساينس لجنرال ديبريشن ولوس اوف ابيتايت، وبتبقى في هاي فيفر. زي ما قلنا قبل كده الهاي فيفر هي بتبقى سبب الابورشن. ممكن يحصل ديستراكشن في جينيتال تراكت، ومع كرونيك انفكشن تؤدي الى فيلير اوف فيرتيلتي. الكنترول بيعمل فاكسينيشن للميرز عند الشهر الرابع من الحمل بثلاثة دوزز، بفاصل بين الدوز والتانية ثلاث أسابيع، وبتبقى ان انكريزنج دوز. يعني الدوز الأولى بتبقى 1 مللي، الدوز الثاني 2 مللي، الدوز الثالثة 3 مللي. ممكن أحتاج نعمل ريفاكسينيشن بعد 4 شهور. طبعا لو عندي بوزيتيف كيسز بعمل لها ايزوليشن، وأعمل لها الكومبليت هايجينيك ميجرز عشان أمنع كونتامينيشن للفود لأذر أنيمالز، وأعمل الهايجينيك ديسبوزال للأبورت فيتاس والبلاسينتا واليوتراين ديستشارج. آخر مرض معانا النهاردة هو الكلاميديا، أو ليها مسميات بيسموها إنزويتيك أبورشن في اليو، أو إيبيزويتيك بوفاين أبورشن، أو ساعات بيسموها فوت هيل أبورشن في الكاب. هذا المرض انتراسيلولار بكتيريا زي الليستيريا وزيها زي البروسيلا. سببها هو كان ليها مسمى قديم سميناه سيتاكوزيس ليمفو جرانولوما فينيرم، او دلوقتي بيسموها كلاميديا سيتاساي. ده عبارة عن سمول ليسل انتراسيلولار بكتيريا. دوت بيأثر على البيردس، هي المين كارير، وبتنقل من خلال الفيكال مطر بتاعتها الانفكشن للانيمال وايفن للهيومن. ده بيعمل سبوراديك ابورشن عند الشهر الخامس. السورس اوف انفكشن زي ما قلنا البيردس هو المين سورس من خلال الفيتال شيدنج، وبالتالي بيعمل انفكشن للساسيتو والانيمال من خلال الانجيشن. الساينس بتظهر على حيوان ابورشن قلنا في as early as 5 months of gestation period، ولكن ممكن يحصل abortion في last stage of pregnancy. بيبقى فيها placentitis و retention of placenta. بيحصل retention of placenta نتيجة edema of the fetal membranes. ال fetal lesions بتبقى variable. ممكن ال chlamydia تعمل affection للميل، وبتظهر عليه في صورة seminal vesicitis خصوصا في ال young boys، لانه انترا سيلولار باثوجين، فبالتالي الفاكسينيشن اوف نو فاليو. اما التريتمنت والكنترول باستخدام التتراسايكلين اديتيف في الفود.